من جديد، يواصل رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسة الانسحاب للأمام والهروب من الضغوط المتواصلة من قبل أهل المحتجزين من أجل القبول بصفقة يتم بموجبها الإفراج عن ذويهم المحتجزين في القطاع منذ أكثر من 4 أشهر. ففي الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، يعلن نتنياهو عزم حكومته مواصلة عملياته في قطاع غزة. تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جمعت بين متناقضات عدة، حيث تحدث عن الإعداد للحصول على مخطط للإفراج عن المحتجزين متوعدا باستكمال العمليات القضائية على المقاومة، متناسيا أن محتجزي ما زالوا في قبضة الفصائل داخل القطاع. متناقضات أخرى لم يخلو منها حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أعلن سعيه للحصول على موافقة مجلس الحرب على الخطط العملياتية تمهيدا لعمل بري في رفح الفلسطينية، متناسيا أن الإقدام على تلك الخطوة ينسف أي احتمال للتوصل للاتفاق من أي نوع يتم بموجبه الإفراج عن المحتجزين. وبعيدا عن المتناقضات التي حملتها تصريحات نتنياهو، يرى مراقبون أن الإفراط في التهديد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف للضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل القبول بشروط الاحتلال خلال جولة المفاوضات التي تستضيفها باريس. الأمر الذي بدا واضحا في تصريح آخر لنتنياهو بأن الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيؤديان إلى تحقيق جميع أهداف الحرب بالنسبة لحكومة الاحتلال. وبين تصريحات نتنياهو وتناقضاته والضغط المتواصل من قبل أهالي المحتجزين، ينتظر الجميع خاصة سكان قطاع غزة التوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار ودخول مزيد من المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين.